طبعا دكتور عصام سراج بيقوم بموجود كبير في التعاقدات الخاصه طبعا باللاعبين الجدد للنادي الاهلي وزي ما اتكلم كده على عبد الله نتمنى طبعا ليه التوفيق ويبقى اضافه قويه لفريق النادي الاهلي بامر الله هذا الموسم طبعا لاعب مميز اخواتنا السوريين طبعا زي ما احنا عارفين بيتعاملوا حاليا في الدوري المصري كانهم لاعبين مصريين زيهم طبعا زي اخواتنا الفلسطينيين كل التوفيق ليهم ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه عايز اقول لكم حكم المباراه القادمه طبعا نيانت من الكاميرون هو حكم مميز حكم لنا ك منتخب مصر حكم كتير لمنتخبنا الوطني حصل على الشاره الدوليه 2008 وادار عده مباريات مهمه اهمها طبعا الافريقي التونسي والزمالك ومازينبي كونغولي والاهلي المصري والاهلي وسانشاين النيجيري بدوري ابطال افريقيا وادار طبعا مباريات خاصه بالمنتخبات السنغال وزامبيا وغانا وتونس بكاس الامم الافريقيه 2012 ولقاء كوت ديفوار وتوجو وجنوب افريقيا ومالي بكاس الامم الافريقيه ايضا ب 2013 واخيرا يعني لو نتذكر مباراه غينيا مع مصر في والسنغال وانجولا بالتصفيات المؤهله لكاس العالم ده كانت 2014 دول اخر حاجه نتذكرها خاصه بمنتخبنا الوطني مع هذا الحكم الكلام على التحكيم يعني الفتره اللي فاتت انا شايفها كتيره شايفها كتيره بالنسبه للنادي الاهلي ان احنا يعني في سواء بقى في طلائع الجيش او كلام اه في طلائع الجيش احنا اتظلمنا بشكل كبير ولكن في الاول وفي الاخر فشلنا في ان احنا نفوز علي آه 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 نادي آه طلع الجيش، ايضا لن نربط جزئيه التحكيم مره اخرى في فوزنا، احنا لازم نعمل اللي احنا علينا وزي ما بقول لكم 11 راجل نقدر آه آه من خلال تواجدهم آه داخل الملعب، من خلال استغلال الفرص، من خلال حاجات كتير جدا داخل الملعب يعني ما نحاولش طبعا آه آه نروح لحته التحكيم، هنقابل صعوبات وبنقابل صعوبات والنادي الاهلي بيقابل صعوبات ولكن طبعا فوزنا ان شاء الله بامر الله واصرارنا داخل الملعب ورجولتنا داخل الملعب هتفرق معانا كتير مش هتخلينا نبص لحته التحكيم عشان كده جزئيه مهمه جدا ان احنا نتكلم عليها هنقابل ممكن حكم يعني هو حكم مميز بالنسبه للسي في بتاعه وتعامله في الفتره اللي انا قريتها دي اعتقد كمان البطولات الافريقيه والسبوت على البطولات الافريقيه بقى مختلف عن سنين فاتت هنشوف ان شاء الله بامر ده اللي احنا نتمناه حته العدل والفير بلاي بالنسبه للحكم او الفير بالنسبه له في ارضيه الملعب هتكون موجوده للفريقين هو ده اللي انت بتتمناه ولكن طبعا وارد ان يبقى فيه اخطاء وارد ان يبقى فيه مشاكل بالنسبه للأخطاء التحكيميه داخل الملعب ولكن انت اعمل اللي عليك الاول حط هدف الثاني اشتغل ما تبصش بقى حته التحكيم وربنا بقى هو ايه؟ ان شاء الله اللي كاتب لنا بامر الله زي ما كتب لنا قبل كده الصعود قبل كده من خلال الترجي للدور النهائي 2001 حفوزنا بكاس دوري ابطال افريقيا على سبب صفاقسي لو نتذكرها ايضا كل ده ربنا بيكتبه ولكن تجتهد عشان تعرفوا بس حته الهدفين سواء بقى كابتن حفيظ ولا كابتن محمد ابو تريكه جم في الدقائق الاخيره خصوصا طبعا الهدف بتاع ابو تريكه ده يدل ان انت بتشتغل بتفضل المصابره موجوده عندك باستمرار وانك ما تياس انك حاطط امل دايما وعندك القدرات وبلاص 90 دي موجوده دايما في دماغك ان النادي الاهلي عمره ما بيفقد الامل في جزئيه الفوز حتى اخر دقيقه هي دي هتفضل موجوده عندك في المباراه القادمه حرصت هدف تبتدي تفكر انك تحرز الهدف الثاني وتأمن نفسك وتشتغل بشكل مميز، طبعا الله يكون في عون كابتن حسام البدري في حته التأمين، حته اللعب في الفتره القادمه او هذا هذه المباراه، فبالتالي الموضوع صعب جدا ولكن محتاج طبعا حته الرجوله والاصرار من 11 راجل ان شاء الله يكونوا في الملعب وزي ما بقول الامور بالنسبه للفريق ان شاء الله تبقى سهله مش صعبه ولكن السهوله ان انت ما تصعبهاش على نفسك هي دي النقطه انزل جامد بشكل قوي الامور هتبقى سهله لكن هتنزل خايف مش 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 مركز الامور هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي وممكن طبعا الامور تصعب بشكل كبير في هذه المباراه عايز اقول لكم او يعني استاذ ايهاب لهيطه او المهندس ايهاب لهيطه اعلن على 14 لاعب محترف هيكونوا في قائمه المنتخب استعدادا لمباراه الكونغو القادمه 8 اكتوبر بامر الله طبعا كل التوفيق وزي ما بقول لكم النادي الاهلي لازم نقف وراه لان النادي الاهلي فيه مجموعه من اللاعبين الموجودين داخل المنتخب بشكل كبير بيعتمد عليهم مستر كوبر فعشان كده انت لو انت وقفت ورا النادي الاهلي في المباراه القادمه والحاله عدت بشكل ان شاء الله يا رب جيد وتاهل هت هت هتضيف بشكل مميز لمنتخبنا الوطني بامر الله يعني عشان معلومه دايما باستمرار النادي الاهلي او اللاعبين الموجودين في منتخب مصر واللي بيعتمد عليهم مستر كوبر حوالي اربع لاعبين موجودين داخل المنتخب بيعتمد على مستوى كوبر موجودين مع الفريق يا رب بامر الله يبقى هنا فوز وهنا فوز وتاهل هنا وتاهل هنا طبعا اللاعبين المحترفين هم عصام الحضري من التعاون السعودي احمد محمدي استون فيلا محمد عبد الشافي اهل جده احمد حجازي وست بروميتش ومحمد النني ارسنال الانجليزي محمد صلاح ليفربول الانجليزي واحمد حسن كوكا سبورتنج براجا و محمود عبد المنعم كهرباء الاتحاد واتحاد جده السعودي وعمر جمال بيدفيست الجنوب افريقي و محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا التركي وكريم حافظ لانس الفرنسي ورمضان صبحي ستوك سيتي مصطفى فتحي التعاون السعودي وسام مرسي ويجن الانجليزي دول اللاعبين المحترفين يمكن عمر جابر تم استبعاده من القائمه ويمكن تم ده هو ده اللعيب الوحيد المحترف اللي تم استبعاده من قائمه لاعب بازل السويسري عايز اقول لكم بالنسبه لخبر مهم جدا المفروض يعني كنا هنتكلم عليه بشكل